لن أنسى حجم الدمار أو شعور أن الموت كان على مسافة قريبة. منذ الأمس تتردد كلمات شيرين أبو عقل ونحن نتحدث عنها في صيغة الماضي، عن أوقات حضرت فيها بإنسانيتها ومهنيتها وأوقات اقتربت فيها من الموت. نتحدث في هذه النافذة عن لحظات ثقيلة عاشتها شيرين برفقة من كان معها من الزملاء الصحفيين. هنا نقطة الصفر حيث خطت شيرين آخر خطواتها قبل أن ترتقي إثر إصابتها برصاص قناصة الاحتلال. نتحدث عن تلك اللحظات مع الزميل مجاهد السعدي الذي كان يرافق شيرين والزملاء المتواجدين في المكان. أولا الحمد لله على السلامة مجاهد، لولا لطف الله يعني الحمد لله قدر أن تنجو أنت والزملاء الآخرين، ولكن شيرين ارتقت شهيدة. نعود بعقارب الساعة إلى الدقائق التي سبقت لحظة ارتقاء شيرين ونحن نقف الآن، صف لنا كيف كانت حركتكم، من أين وإلى أين؟ وصلت أنا وشيرين وشذا وعلي، هون كانوا لسه الطاقم عماله بتجهز، طاقم الجزيرة. وصلنا هاي المنطقة وثبتنا، كنا نطلع على آليات الاحتلال في المقابل. الاحتلال بشكل مباشر بدأ بإطلاق النار علينا، أول رصاصة جاءت في المبنى مصنع الطوب. هذا المبنى الذي نقف بجانبه هو مصنع الطوب هنا. جاءت رصاصة، أنا انتقلت للطرف عندك فحكيت لزملائي الإطلاق النار بيستهدفنا، أنا مباشرة تقدمت ورميت نفسي من هون، استندت على هذا الجدار وعلى مطلع الدرج المقابل إلي كان محمي من الرصاص. خلال هاي الفترة أصيب زميلي علي، كنا إحنا نقف بجانب بعض لا يبعد، كنت أنا وشيرين وشذا وعلي، علي تقدمنا، أول ما تقدم بعد الرصاصة الأولى علي أصيب بكتفه مباشرة، علي انسحب من الشارع لنهاية الشارع وتم إسعافه من علي انسحب على بعد أمتار. بقيت أنت وشذا وشيرين، ناديت على شيرين وشذا حكيت لهم تعال نتخبى هون، نلتجئ إلى هاي المكان، هاي المكان آمن زي ما أنت شايف، في بطون جدران بطون إسمنتية، هنا في مطلع درج هو حامينا من القناص والرصاص اللي جاء علينا من الأمام. حاولت اني اشوف، بتقول لي شذا اتصابت شيرين، حاولت امد يدي من خلال هذا الجدار بشكل مباشر، لقيت القناصة عمالهم بيستمروا باطلاق النار، شذا بتصيح. في هذه اللحظات افترقت عن شذا وشيرين بوجودك هنا، وشذا وشيرين حاولوا الهروب من هاي المنطقة. نعم، بالتحديد وقفت شيرين الأغصان، يعني شيرين بعتقد إنها يعني شافت هالمنطقة آمنة، ظلت واقفة هون. للأسف الشديد الرصاصة جاءت لشيرين وسقطت على وجهها هون بعد الإصابة، الإصابة جاءت في الجبين من القناص. الاحتلال لم يكتفي، خلال إصابة علي إصابة شيرين واستشهادها جاءت في الرأس بشكل مباشر، استشهدت. أدركت شذا إنه شيرين فقدناها، صارت هون شذا تصرخ، هون كان في أغصان يعني تم خلع هاي الأغصان كانت محتمية فيها، هون القناص ما شاف شذا، ظل يحاول القناص يقتل شذا، حاول يقتل شذا لما شذا كانت تحاول تصيب إيديها تصحي شيرين. الاحتلال أكمل إطلاق الرصاص، جاء شاب آخر من المدني ليسعف شيرين وينقذ شذا، ينقذها من إطلاق النار. الاحتلال أطلق عليه الرصاص، حاول مرة مرتين ثلاث، المرة الثالثة جاء من عند هاي الشجرة سحب شذا وأطلق وجابها عندي، أنا كنت عامل التفاف حول المعمل وجاي لهاي الجهة لأحاول أساعد الشاب اللي جاي يساعد شيرين، أحاول كيف بدنا نسحب شيرين من المكان ونقدم لها الإسعاف، خاصة أنه الاحتلال أكثر من ثلاث دقائق كان يوجه الرصاص علينا وعلى أي شخص يحاول يقدم مساعدة إلنا. الشاب شريف قدر يحملها ووصلها للمركب اللي كانت موجودة هون ورحنا أسعفناها على المستشفى، ولكن قدر الله كان سابق لعملية الإسعاف. نعم مجاهد، خلال اللي الأحداث اللي ذكرتها مرت يمكن سريعا ولكن كانت ثقيلة وطويلة عليكم، لكن خلال هذه الدقائق كان إطلاق النار مستمر من جهة قوات الاحتلال؟ بالطبع الرصاص كان فقط من القناصة، رصاص القناصة له صوت، له مدة زمنية ما بين الطلقة والأخرى. نعم. هي رصاص قناص. ليش أنا عرفت قناص؟ لأني أنا مش
خبير عسكري، لاني انا كل ما امد كل ما نعمل انا وحركي انا وزميلتي شذا، انا والشخص اللي اجى شريف يسعف شيرين ويسعف شذا، كان اطلاق النار بنفس الاليه بنفس الصوت بنفس التوقيت نسمع اصوات اطلاق النار. احنا تاكدنا انه قوات نفس خاصة. الوتيره السرعه ذاتها والاصوات ذاتها نفس الوتيره، يعني لا يمكن يعني تخيلي ان القناص اصابها هنا لابس خودي، اخترق المكان الذي لا تغطيه او تحميه الخوذي، اصاب علي بالكتف بعيدا عن الواقي، وكانت الكتف قاتله خاصه انه بعد سنتيمترات من القلب، وعلي لطف الله هو ادار وجهه، ولو انه ما دارش وجهه كان اجت في الراس بشكل مباشر. نعم، نقطه اخيره مجاهد على الشارع الذي السرعة ذاتها والأصوات ذاتها نفس الوتيرة، يعني لا يمكن يعني تخيلي أن القناص أصابها هنا لابس خودي، اخترق المكان الذي لا تغطيه أو تحميه الخوذي، أصاب علي بالكتف بعيدا عن الواقي، وكانت الكتف قاتلة خاصة أنه بعد سنتيمترات من القلب، وعلي لطف الله هو أدار وجهه، ولو انه ما دارش وجهه كان اجت في الراس بشكل مباشر. نعم، نقطة أخيرة مجاهد على الشارع الذي نراه هنا امتدادا لمدخل منطقة الجابريات حيث تواجدت قوات الاحتلال بالأعلى، ويعتقد أن القناصة كانت تعتلي إحدى هذه المباني التي نراها في مقابلنا في هذا الشارع. المقاومين الفلسطينيين ومنزل عبد الله الحصري كان من الجهة الأخرى في المخيم، يعني شمالا حيث نقف نحن الآن. دعيني على عجالة، هذا الشارع نهاية مخيم جنين الجديد والمحادي لمقبرة الشهداء، هذا الشارع هو رابط ما بين المخيم، ما بين واد بركين، ما بين أعلى مخيم جنين وما بين الجابريات. الاحتلال كان بهذه المنطقة يفرض نوع من الحصار أو محاصرة المنزل المحاصر المستهدف بيت عبد الله الحصري، الشهيد عبد الله الحصري، من أجل عدم هروب أي من المسلحين أو وجود مسلحين في بهذا الطرف. وجوده هو ليس عملياتي، هو وجوده حماية للقوات الخاصة التي دخلت بقلب عبد الله الحصري، بقلب منزل عبد الله الحصري. الاشتباك هو بالجهة الموازية، لا يمكن الحديث عن أن رصاص المقاومين قد وصل لنا، والرصاص كان عبر الزقاق وليس عبر أسطح المنازل، هذا ينفي ادعاء الاحتلال. المقاوم لو فرضية الاحتلال، ولكن هو اعترف الليلة مؤخرا أنه أحد قوات الدفدفان هو من أطلق على شيرين الرصاص، ولكن على فرضية أن المقاومين هم من أطلقوا النار، لا يوجد إطلاق نار، صليات متقطعة بهذا الأسلوب، لا يعقل أن فلسطيني كان لديه شبهة وأطلق النار على شيرين وما زال يطلق النار على كل من يحاول يسعف شيرين. نعم. الحمد لله على السلامة مرة أخرى مجاهد، شكرا على تواجدك معنا. حياك الله. على مدار أكثر من عقدين كانت شيرين حاضرة في جنازات الشهداء، صاغت آلام الفقد بتقاريرها وقصصها عن هدم وقتل وجرح واعتقال، ظلت على العهد حتى سارت متن الخبر وجوهر الحدث. لم تكن تعلم بأن كل البيوت الفلسطينية ستفجع بها، لكن الناس علموا يقينا بأنها رحلت، ولكنها بقيت بصوتها وحضورها.